رئيس لجنة التخطيط كابتن محسن صالح اللي بيقوموا بدور كبير، كل لجنة التخطيط كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف. كابتن محسن برحب بيك على قناة الأهلي وألف مبروك، رهنتوا على موسيماني والرهان نجح. يعني كل حاجة بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، لكن في الأول أنت بتمشي بمنطق، وبعدين التوفيق بيجي مع الشغل ومع توافر عوامل النجاح، الشغل بيعمل نجاح. لكن أنا عايز أقول حاجة، إنه أنا كنت متخوف جدا على موسيماني وعلى الفريق. طبعا الوقت ضيق جدا، مدرب جاي بيلعب مباراة بعد يومين ثلاثة، بيلعب مباراة ثانية بعد ثلاث أربع أيام، ما يعرفش أسامي اللعيبة. صحيح هو لاعب ضد النادي الأهلي، بس الأجيال بتتغير، المدربين بتتغير، الأساليب بتتغير. بيدخل على دور قبل نهائي بطولة أفريقيا الكبيرة، وعنده طموحات والجماهير عندها طموحات إنه يوصل للنهائي، تحدي كبير جدا. أنا شخصيا كنت بشفق عليه. كيف ظروف صعبة جدا يا كابتن؟ وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب دلوقتي. أنا كمدرب لما بتحط في الموقف ده ببقى في يعني في أشد المواقف صعوبة. وبالتالي يعني الحمد لله هو معاه عينين بيبص بيها ومعاه ودان بيسمع بيها. يعني معاه كابتن سامي إمصان، معاه كابتن سيد عبد الحفيظ. هنا بيكون في دور مساعدة الصديق. المدرب في بدايته لابد ان هو يحتاج لمساعده صديق. ليه؟ لانه هو مش هيعرف اسامي اللاعبين، مش هيعرف مراكزهم، مش هيعرف. يحسب يا كابتن محسن للكابتن محمود وكل لجنه التخطيط، رغم الانتقاد الشديد في بدايه اختيار موسيماني، لكن اصريتوا على اختيار موسيماني وكسبتوا الرهان. انا عايز اقول لك حاجه، لم يكن في الامكان أسوأ مما يكون في اواخر ايام فايلر. لم يكن في الامكان، لانه فايلر للاسف رغم النجاحات اللي سجلها في البدايه وصل بالفريق الى مرحله لم نكن ناملها او نعهدها بالفريق، وبالتالي فما هو بعد سوء الاداء لا شيء. وبالتالي احنا يعني عارفين قدرات موسيماني، عارفين قدرات لاعبتنا، ان هم عندهم احسن من كده، ولكن اهمال فايلر هو اللي وصل الفريق الى هذه المرحله. ما احنا بنقول كان فايلر قبل الكورونا غير بعد الكورونا. انا عايز اقول لك حاجه، يعني هو يعني معذور شويه. والمدربين انواع، في مدرب العمل بالنسبه له عباده، في مدرب اسرته بالنسبه له عباده. كره القدم لابد من اللي يعمل فيها يكون عنده التضحيه. بتنسى كل حاجه، بتنسى اهلك، بتنسى اولادك، بتنسى اصحابك، بتنسى المحيط اللي انت فيه، وبتركز في شغلك. هو ما قدرش يطلع من الحاله دي. هو اهم اخيرا يا كابتن محسن، اهم ما يميز موسيماني غير الفنيات ان هو مقدر قيمه النادي الاهلي. هو عنده خبره ومعلومات كامله عن مكانه النادي الاهلي، وعنده حلم. النادي الاهلي بالنسبه له حلم. يعني انا دايما بقول ايه، يا بخته يا سعده يا هناء اللي يدرب النادي الاهلي ده يوم هناك. بصراحه كل شيء متوفر له، وبالتالي هو عارف انه الامكانيات موجوده، هو عارف انه هو هينجح وانه امكانياته هتساعده. هو مدرب خبرات، لاعب دولي، عمل في التدريب، حصل دورات، سافر اوروبا، اشتغل في اوروبا، اشتغل في افريقيا، خد بطوله افريقيا، وصل كاس عالم الانديه، فكل الخبرات موجوده بالنسبه له. هو بس عايز يدخل يلم معلومات بسرعه، فالمعلومات دي كانت موجوده متوفره، قدر ان هو يتعامل نفسيا جيد مع اللاعبين، اللاعبين تقبلوه، وبالتالي ما احتاجش لوقت عشان يبدا، بدا على طول وكانه بيكمل مسيره ولا يبدا مسيره، عشان كده هو توفق. واهم ما قلته يا كابتن محسن ان هو عنده حلم. بشكرك يعني بشكرك اولا على شغلكم في لجنه التخطيط وعلى جهد المبذول الكبير، والف مبروك على بطوله افريقيا. انا عايز اقول لك حاجه، احنا لجنه تخطيط يعني مش معنى كده لجنه قرارات. في مشرف عام على كره القدم هو المسؤول، ربنا يكون في عون الكابتن محمود الخطيب. احنا بندي النصايح وهو اللي بياخد قرارات وفق وجهه نظره ووجهه خبراته. وجيد جدا انك تدي العيش لخبازه، مشرف كوره لابد انه يكون لاعب كوره. شكرا كابتن محسن، شكرا، الف مبروك، شكرا، الف مبروك. ما زالت التغطيه مستمره.